وجدت تونة. يوهو. لابد أن يكون هناك العديد من أسماك التونة. سمك التونة هناك، أسرع. أوه. أخرج حالا. يوهو. مرحبا أبي، لقد وصلت مجموعة كبيرة من التونة. يوهو. كن حذرا يا صغير. هيا بنا. سيد وين بوتل، انزل إلى الساحة. حسنا أنا قادم. المعذرة. هاي، هل أصبت بالجمور؟ نانشي أيها المعدو، أوقف هذا. التونة. هيا 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 هيا. انتظروني. نجاح. هيا هيا شدوا أيها الرجال، شدوا. شكرا لمانغشي، فلقد اصطدنا الكثير من السمك بفضله. هذا صحيح. أظن أنه بعدما مر به من مشاكل هذا اليوم يجب أن يكون فخورا بنفسه. شكرا لكم. ها، إنه أمر سهل. لماذا تعاملين زوجك المستقبلي بقسوة؟ جدي، لماذا لست نائما؟ أتسمح لي بالذهاب معك لبيع السمك؟ جدي أرجوك. لا، ما زلت صغيرا. جدي، لقد شاهدت ما قمت به اليوم. جدي، أستطيع فعل ذلك. أنا أعي ما أقوله لك أيها الصغير. دائما تقول لي لا. هذا يكفي. خذ. هذه لك. ولكن ما هذا؟ هذه من أجلي؟ يا عزيزي، هل أعجبتك؟ إنها مهمة جدا، أحرص عليها جيدا. سأفعل. أين عقدك الكريستالي؟ تأخر الوقت، ما رأيك في أن ندخل ونستريح؟ حسناً.
تسمعينني؟ اخرجي. اسرعي، تمسكي بي جيدا. اسمعيني، هيا اسرعي، تمسكي بيدي، التقطي يدي. صغير، ماذا تفعل؟ أنا أحفر هنا وأحفر هناك. أحفر هنا، أحفر هناك، أحفر في كل مكان. ولكن ماذا تفعل أيها الصغير؟ هنا. هاي، استمتعت باللعب معك. لدي إن أردت أن نتعارك. أنا في مأزق. ماذا سأفعل؟ هذا لا ينفع. وجدتها. هاي مانكشي، انتبه، انتهى أمرك. أيها الجد، ماذا تفعل؟ المسكين. أيها الجد، أيها الجد، ما بك؟ هل أنت بخير؟ مانشي، كيف حالك؟ أين أنت؟ هذه جزيرتنا، أتذكرين أنا أنقذتك؟ أنت من أنقذني؟ شكرا لك لأنك أنقذتني من الموت. هاي مانكشي، كفى كلاما سخيفا. والآن أخبرينا، ما الذي حدث معك بالضبط؟ اسمي بوبلار، أميرة إمبراطورية جيميوس. إنها أميرة. أميرة. قصتي بدأت جميلة، كنا على وشك تحقيق حل سلمي مع إمبراطورية أكرا. كنا نأمل أن نصل أخيرا إلى معاهدة سلام بين البلدين. والدي ملك إمبراطورية جيميوس والجنرال موسكان كانا مسافرين معا، وفي أثناء الرحلة توصلا إلى اتفاق قيمته بليون، ولكن الجنرال موسكان كان له شريك وهو الوزير الأول مونك الذي كان معترضا على الوفاق السلمي بين البلدين. أعطى إشارة إلى الجنرال موسكان تعني سرقة البليون. حاولت إنقاذ الموقف لكنني تعرضت لهجوم،
مونك؟ هل قلت مونك؟ هل تعرف الوزير مونك؟ سيد لونغ، رافق الأميرة إلى بلدها حالما تتعافى. ماذا؟ يجب أن أذهب إلى إمبراطورية أكرا لأقابل الملك. أرجوك ساعدني. آسف، لا أستطيع مساعدتك. أتمنى على جدي مساعدتها. أجل، أنت على حق، إنه يتصرف على غير طبيعته. هل قلت إن طيارة بوبلار أصيبت؟ أجل، أمتأكد من أن بوبلار ماتت؟ أظن ذلك. دعني أشرح لك. أرسلنا إليها طائرتين هجوميتين وقد دمرتا وفقدنا الاتصال بهما، ويبدو أنه أنا آسف، الأمر لم يعد يحتمل الفشل من قبل أي أحد ولا حتى أنت. سامحني يا سيدي، إنها غلطتي. الأميرة ما زالت على قيد الحياة. ماذا؟ أحضر الأميرة إلي. حاضر سيدي. هيا أريد أن أساعدها. هذا ليس عدلا، ألا ترى؟ أصبحت رجلا. إذن هكذا سأرضخ للأمر الواقع، لا يمكنني أن أردعه. مانكشي، تعال معي. يوبي. طريقة الصدى الهائل تجمع كل القوة التي في جسدك مرة واحدة. الآن جربها بنفسك. القوة التي تريدها تأتي من العمق في الأسفل. مانكشي، هل أنت جاهز؟ ماذا فعلت؟ ما هذه الرائحة؟ هذا الصدى الهائل خاصتي، لكن لدي قوة أكثر من اللازم. قلت لك أن تركز على القوة الأتية من العمق في الأسفل، ولكن ليس إلى هذا الحد. حاول من جديد، خذ نفسا عميقا وأفرغه من جديد، والآن أصرخ بأعلى صوتك. ماذا فعلت أيها الغلام؟ لم أقل لك أن تصرخ أنجدوا، حاول من جديد. هيا استرخي وخذ نفسا عميقا. أجل، هكذا، والآن أخرج. لا يمكنك السيطرة عليها من أول مرة، لكن ذات يوم ستفعل المعجزات. كرر محاولاتك. جدي، هل أنت بخير؟ ما بك؟ هيا انهض. ولكن لماذا يصرخ طوال النهار؟ حنجرتي تؤلمني، أمضيت النهار وأنا أصرخ والآن لا أستطيع الكلام. أيها الفتى، كف عن الضجيج، أريد أن أنام. هاي طائرتي. هاي، ما الذي تفعلينه بها؟ أنت تقلقين.
تقودينها بشكل خاطئ. قوديها إلى الأمام. هيا قوديها إلى الأمام. جدي سيغضب. أبي، لا أدري كم تبعد أكرا عن هنا. حسناً، سوف أوصلك إلى هناك فقط وأعود على الفور. هذا ما سأفعله. حقا؟ شكراً لك مانكشي، شكراً. لم أعد أتنفس. أيها البليد، أنت تحتاج إلى درس في الاقتصاد. كان يجب أن نصيبهم من أول طلقة. ألا تعلم كم ثمن الطلقة الواحدة؟ هيا أنقلهم إلى الخارج. حسناً، قل لي من أنت؟ أنا ألا تعرفين من أنا؟ أنا حسناً، أتريدين أن تعرفي من أنا؟ سأقدمه إليك. إنه من جيميوس. لا أظن ذلك، إنه من أكرا. ولا هذه أيضا، إنه من مكان بين البلدين، ذلك المكان الجميل الذي لا تفارقه الشمس. إنه أسكت يا هذا. أنا أدعى بولتاكو. بولتاكو؟ اللص الأكثر جهلا؟ أنا لست جاهلا، أنا فقط أجمع المال بأي طريقة. والآن خذوها. سيدي، هل نأخذ ذلك الصبي أيضا؟ اتركوه وشأنه، ربما أراد أن يبحث عن شيء ما على الأرض.
سوف تحضرين المال. من الأفضل أن أتفقدها. ماذا يحصل؟ هاي صبي جريء، ألا تخافني؟ هل تظن أنني أشفق على الصغار أمثالك؟ تحضر لمواجهة فأسي. في الأرض جاهزة كي تصبح خادمتك. أوه، إنها الأميرة بوبلار بلا أي شك. أوه حسناً، سأعتقلها. لا تتحرك، هنا المقاومة ممنوعة وإلا سوف يقتلونك. الآن سوف أطلب ثمنها 3 ملايين قطعة فضية. 3 ملايين، هذا مبلغ كبير. سأدفع 3,100,000. 4 5 ملايين. 5 ملايين، 5 ملايين قطعة فضية مقابل شراء الفتاة. 10. أضف 1,000 إلى 10. 10 ملايين و1,000. أنت صاحب ذوق رفيع يا سيدي. 20. أضف 10,000. 30. 10,000. 40. 10,000. 50. 10,000. 10,000 مهما كان المبلغ. تهانينا يا سيدي. والآن هل ذهبنا يا آنسة؟ على المعذرة يا سيدي، هل لديك المبلغ نقدا؟ ماذا على الحساب؟ أجل، هذا صحيح. يقبضوا عليه. أمسكوا بهما. قبلار أسرعي. لا تدعهما يا غران. هيا بنا. دون أن تدفع. آه.
إنه ذهب حقيقي. ذهب؟ أعدها إلي، إنها هدية لي من أنجدو. أحقا؟ ومن أين حصلت عليها؟ وجدتها في المياه، إنها لي. في أي مياه؟ هناك في بلدتي. عليك أن تكلمني. حسنا. إذن مقابل الذهب تريدين أن أساعدك على الذهاب إلى أكرا، أليس كذلك؟ إنه رائع. حسنا، هذا العرض لا يناسبني. إذن الاتفاق. لا تتسرعي أيتها العزيزة، والآن سنرسم خريطة الطريق. لنرسم خريطة الطريق. بلدتي في هذا الاتجاه، من هنا إلى الأمام. انعطف قليلا يسارا ثم انعطف إلى اليمين. في هذا المكان الكثير من الحيتان، وفي الأعلى هناك شيء مثير للاهتمام. هو الذهب؟ هذا مكان خطر، فيه الكثير من المنحدرات. يجب أن تتوخى الحذر إذا كنت ستبحر إلى هناك. أعبر من هنا ثم انحدر. حسناً، هذا هو المكان. وأخيراً، أجل، جدي يصطاد هنا، إنه مكانه المفضل. اسأل جدي عن الذهب. هل أنت متأكد من أن الذهب هنا؟ كنت أتمنى أن تبقى معي، ولكنني أعلم أنك ترغب في الرحيل، لذا سوف أرافقك. واو، أجل، بواسطة هذه الطائرة يمكننا الوصول إلى إمبراطورية أكرا غدا. انتظري لحظة فقط. لما؟ هذه طائرة بولتاكو الخاصة، هناك طائرة أخرى ستأتي لتأخذك قريبا. حقا؟ أعرف تلك الطائرة، بولتاكو. كيف حالك؟ أيتها الأميرة بوبلار. موسكان، لما أنت هنا؟ بولتاكو، بعتني إليه حتى بعد أن أعطيتك الذهب؟ أنت رجل خائن. من أجل المال أفعل أي شيء، خذ الأمور بكل بساطة، هذه هي الحياة. يا رجال، رافق الأميرة إلى المركبة. لا، اتركاني. لا تدعوه يفلت منكم، أوقفوه. مسكين، كم عليه أن يتحمل. خذوا الصبية أيضا. لن تفلت بفعلتك هذا، دعني أرحل. اعتني بنفسك، شكرا جزيلا لك يا سيدي. لقد حصلت على الذهب. أنا رجل عبقري فعلا. لم يكن لدي أدنى شك سيدي. ومع هذه الآن أصبح لدي كل الذهب. لقد اصطدنا عصفورين بحجر واحد. ذلك العصفور وضع بيضتين في آن واحد.
الجنود هنا؟ لقد أعلن رؤساء الوحدة الحرب. أعلنوا الحرب؟ ضعوا ذلك الصبي في السجن حالا. اتركني، ساعديني بوبلاي. يا مانكشي وشأنه، رافقيني من فضلك. يا مانكشي يرحل. أنا أقوم باستقبالك. لا داعي لذلك أيها الشرير البشع، قل لي أين هو أبي؟ أين هو أبي؟ أبوك تواجه إمبراطورية جيميوس لحظة عصيبة. أحيانا في الحياة على المرء أن يضحي ببعض الأمور للوصول إلى مبتغاه، ولن تنسى الإمبراطورية ما ضحى به الملك. مدى الحياة أترين هذا هو قدره؟ ماذا تعني؟ ما الذي فعلته بأبي؟ لا داعي للقلق أبدا، أبوك بخير وما زال حيا. إذا قمت بتتويج ملكا فلن يمسه أي مكروه، أعدك بذلك. هل تظنني بهذه الغباوة؟ لن أوافق على هذا أبدا. إذا كان والدك يهمك فعليك أن تغيري رأيك. موسكان سيدي، اقبض على الأميرة. لن تنجو بفعلتك هذه. هدئي من روعك من فضلك، الجميع يظن أن الملك والأميرة في عداد الأموات. ماذا تقصد بهذا؟ هل تنوي أن تقتلني؟ إذا أردت أن تعيشي فتعاوني معنا، لديك حتى صباح الغد لتتخذي قرارك الأخير. وداعا. أبي، ماذا سيفعل؟ كل شيء سيكون على ما يرام. تظن ذلك؟ إنه والدها، وسوف تضحي الأميرة بكل شيء من أجله، لذا أريد منك أن تراقبها جيدا. ولدي أخبار سارة لك أيضا، لقد وردني أن أحدهم شاهد الصدى الهائل. ذلك العجوز لم يمت بعد، هذا سيكون أسهل مما توقعت. أنا واثق بأن ما لدينا سوف يوصلنا إليه. لما لم تعد إلي؟ ارجع. ارحلي. أندو، لماذا تبكين صغيرتي؟ ماذا جرى؟ لا أعلم، تلك المحتالة المدعوة بوبلار هي السبب في كل هذه المشاكل. حسنا سأعيد إليك مانكشي، ولكن أرجوك اهدئي. ساعدني أرجوك، ارفع الصندوق. صباح الخير جميعا ومرحبا بكم. أخبروني من هو منكم جد مانكشي؟ لقد أرسلني صبي صغير كي أبحث له عن جده. مانكشي، هل قلت مانكشي؟ أخبرني أين هو، أخبرني حالا. هيا. حسنا أيتها الصغيرة، هل يمكنك أن تخبريني أين أجد جد مانكشي؟ كيف تعرفت على مانكشي؟ هل أنت جد مانكشي؟ تشرفت بمعرفتك سيدي. أجل، ومن أنت؟ تقصد أنا أدعى مولتعكو، وأنا أعتني بمانكشي جيدا، لقد أعطاني هذه الرسالة لك. يقول مانكشي في هذه الرسالة: أرجوك جدي أعطه الذهب كله، ذلك الشرير طماع. أتريد أن تخبرني أن مانكشي كتب هذا؟ بكل تأكيد سيدي، ولابد أن يكون توقيعه في مكان ما هنا. لا أصدق، كيف حال مانكشي؟ هل هو بخير؟ إنه بأفضل حال. أين مانكشي إذن؟ لما لم يأتي معك؟ رافقيني، دعيني أخبرك.
مانكشي يواعد أميرة جميلة جدا تدعى بوبلار. مانكشي مع بوبلار؟ أجل تفهمين ما أقصد، إنه متيم بها الآن، لقد نسي العالم أجمع ويريد أن يمضي بقية حياته معها. لو كنت مكانك لكنت نسيت أمره تماما. تأكدي بأنه لا دخل لي بذلك أبدا. سوف أعطيك الذهب، لكن لا تخبر أحدا بمكانه، واضح؟ طبعا، لا تقلق يا سيدي، أنا أعدك بكتمان السر. من كان ذلك الصوت؟ هل لديك أي اعتراض؟ أتريد قطعة؟ هاي اهدأوا. فتشوا المكان جيدا، وإذا كان هناك أي شيء غريب فأخبروني به. هاي اهدئي يا صغيرتي، تعالي. هاي أيتها الصغيرة توقفي، وإلا سوف أطلق النار عليك. عودي إلى هنا أيتها الفتاة. أيها الشرير، أعد الحياة إلى عنزتي، أعدها لي. لقد قتلت عنزتي. جدي هل أنت بخير؟ مهلا، الصدى الهائل، ربما سيأتي مونك الآن. كم مضى من الوقت برأيك أيها العجوز؟ إنه مونك، لا أصدق هذا أنت فعلا. لقد تمكنت من الاختباء جيدا، لكن الآن حان الوقت كي تسلمني الكريستال. لا يحق لك ولا يحق لي، ليست ملكنا. إنها ملك لأي شخص يحصل عليها، والآن الكريستال ستصبح لي أنا. هل تعلم أن الكريستال العجيبة يمكن أن تتسبب بالكوارث إن استعملها إنسان؟ وأعلم أيضا أنه إذا حصلت على الكريستال العجيبة فسوف تزداد قوة الصدى الهائل لدي. هاتها. فات الأوان، لا أستطيع، إنها ليست معي. ليست معك؟ أنت تكذب. أيها الجد، لم يفت الأوان، أعطني الكريستال وسأدعك تعيش. حسنا كما تريد. سوف أعرف أين هي الكريستال مع مانكشي الآن. أمدو، ماذا قلتي؟ الكريستال مع مانكشي؟ مانكشي، من هو مانكشي؟ فهمت، الرجل العجوز أعطاها لأحدهم كي لا أحصل عليها، إذن ذلك العجوز لم يعد يلزمني.
جدي هل أنت بخير؟ هاي ده هو شأنه. مسكان. أجل سيدي. ابحث لي عن ولد يدعى مانكشي. في الحال حالما أعثر عليه سأسيطر على العالم. زلت على قيد الحياة؟ أنت أقوى مما ظننت. مونك، علينا إيقاف ذلك الوحش. هذه ليست مشكلتي أيها العجوز، مشكلتي هي الذهب، فأنا أكبر لص على وجه الأرض. أيتها الأميرة، لما تتخلين فجأة عن التاج؟ ما الأمر؟ أنت الوريثة الشرعية الوحيدة للتاج. أنا منذهل، لما أنتم عديمو الشفقة؟ ألم تخبركم الأميرة أنها من شدة الصدمة لا يمكنها التفكير بحكمة؟ ولكن لما تريدين تسليم التاج للجنرال مونك؟ عليك أن تعيد النظر بقرارك هذا. أجل أيتها الملكة، إنه على حق. إنه على حق. كفوا عن تحريضها، لقد انتهى كل شيء. أيها الحراس، خذوا الأميرة من هنا. على الأميرة أن تستريح. على الرغم من تحريضكم لها، إلا أن حفل مراسم التتويج سيقام بعد 15 يوما في ليلة اكتمال القمر، والحضور إلزامي. إليك سيدي، أقصد سموك. تهانينا. تهنئتك سابقة لأوانها، ما زال الوقت مبكرا لأشعر بالأمان، أتفهمني؟ أجل. لا أخطأ. ما هي أخبار عملية البحث عن الصبي؟ ما زلنا نبحث عنه سيدي، لقد بحثنا عنه في كل مكان ولكن لا أثر له. سوف نجده. مانكشي يستعمل مطرقة كسلاح. مانكشي، المهم أن تجدوه لي قبل حفل التتويج. سيدي، ماذا تريد أن أفعل بالملك والدو والأميرة؟ تخلص منهما ومن كل الرهائن مباشرة بعد انتهاء الحفل. نفذ ما أقوله لك بالتفصيل. بوبلار. هاي مانكشي، خذ هذا. إنها مطرقتي. أريد أن أعرف كيف جئت إلى هنا. ليس لدينا الكثير من الوقت، هيا يجب أن نخرج من هنا. اتخذ مكانك يا جنرال كوارتر، يمنع دخول أو خروج أي كان من وإلى المدينة. اتخذ موقعك. أكرر، اتخذ موقعك. مونك سيتوج ملكا ويعلن الحرب مجددا. أرجوك اذهب واطلب النجدة من إمبراطورية أكرا. أتفهم خطورة الموقع؟ لن ترافقيني. لا، علينا أن نفترق كي لا يقبض علينا. ستكوني
تتركين بأمان وحدك؟ ليس من مصلحة مونك أن يقتلني قبل أن يستلم التاج. هناك، اقبضوا عليهما. هيا لكن ماذا تفعلين في السجن؟ مانكشي سيدي، ماذا حصل؟ لما أنتم جميعا في السجن؟ مانكشي أسرع. مهلا، أهل البلدة جميعا في السجن، لا أستطيع أن أتركهم هنا. تلك المحتالة هي سبب في هذا كله. إنهما هناك. أسرع، هيا هيا أنكدو، علينا أن نسرع. مانكشي لا تقلق علينا، عليك الهروب من هنا. إذا لم نصل إلى إمبراطورية أكرا ونحضر مساعدة قبل حفل التتويج، فسيكون أهل بلدتك في خطر أيضا. كيف هذا؟ وما شأن أهل البلدة؟ لا عليك، أنا بخير. هذا الخاتم أعطيه إلى ملك أكرا واطلب إليه النجدة. سيقام حفل التتويج بعد أسبوع، حيث يكون القمر بدرا. إنهما هناك. إنهم قادمون. اذهب بسرعة، يجب ألا يقبضوا عليك. هيا مانكشي بسرعة، ارحل. توقفوا، إنها الأميرة. قفوا مكانكم جميعا. نحن نحترم مركزك، ولكن علينا تنفيذ الأوامر. وماذا لو رفضت أوامرك تلك؟ ابتعد. ماذا تفعلين؟ هؤلاء الجنود لديهم أوامر وعليهم التنفيذ، والآن ضعوا الأميرة في السجن. هذا سيدي. مانكشي مرتاح؟ ماذا؟ كف يدك عني، لا أستطيع التنفس أيها الخائن. لا أستطيع أن أنزلك، لأنك إذا بقيت هكذا سوف نقع كلانا ونموت. أين؟ بولتاكو، لمن تنوي أن تبيعني هذه المرة؟ كفاني الثرثرة واتبعني. أتظن أنك تستطيع خداعي من جديد؟ أنا لست غبيا. طبعا، يا لك من صبي. تمهل، كانت هذه نصيحة. لديك طاقة هائلة بالنسبة لفتى صغير، أتعلم ذلك؟ ماذا حدث؟ الأميرة ساعدت السجين على الهرب. من تقصد؟ من ساعدت؟ مجرد ولد اسمه مانكشي. مانكشي؟ ماذا؟ مانكشي؟ ذلك الذي نبحث عنه؟ ولكن يبدو لي الاسم مألوفاً. نوعاً ما ساهمت بهروب الفأر من المصيدة. غبي، يجب أن تقبض عليه بأي وسيلة. إذا لم تستطع فاعتبر نفسك ميتاً. حاضر سيدي. اسمع يا فتى، ليس لدينا خيار، هيا اخفس. ما هذا الصوت؟ انظر، انظر هناك.
فولتاكو، هل من هنا أكرا؟ قبل أن تذهب إلى أكرا هناك شخص يجب أن تراه. جدي 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 أمانشي جدي يا صغيري جدي. أيها المغفل، ماذا تقصد بهذا؟ كيف أضعت ذلك الولد؟ عذرا سيدي، تفقدنا الأرصفة والجزر الداخلية، سأرفع إليك تقريرا بذلك. رأيت جدي، لهذا يجب أن أذهب إلى أكرا وأطلب المساعدة. هناك شيء يجب أن تقوم به. إذا لم أطلب المساعدة أهل بلدتنا سيكونون في خطر. أعطني الخاتم مانكشي. لا 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 لا، افهم أن إمبراطورية جيميوس ستكافئك على مساعدتك. صحيح أنني أحب النقود ولكنني سأفعل. هذا الرجل باعني من أجل النقود من قبل، لا نستطيع الوثوق به. أبعد مخاوفك بني، يجب أن تجهز نفسك للتدريب. جسم قوي وعقل، هذه أساسات للصدى الهائل. الآن لا تستطيع أن تصبح خصما قويا لمونك، لكن سيكون لديك الفرصة حتى لو أنك أضعف من مونك. يجب أن تهاجم أسرع وأقوى مما تستطيع الآن. يريد أن يحصل على الكريستال منذ زمن، ولكن يجب ألا تسمح له بذلك. ستكون العواقب وخيمة إن امتلكها، فستقع كارثة. لكن ما المميز بهذه الكريستال؟ أين هي؟ يكفي الليلة، اذهب إلى النوم، غدا ستبدأ الجزء الأصعب من التمرين. أريد أن أقفز من هنا، كيف أستطيع ذلك؟ وبعد ذلك تتسلق الشلالات وتعود إلي. هيا. لا لا أستطيع. إذن يجب أن لا تبدأ، يجب أن نتوقف. أنت؟ نعم. أريد أن تفتش المنطقة كلها، لا تدع شيئا. كما تريد سيدي. الذي يريده مونك هو الكريستال مانكشي. جدي جدي لا تتركني جدي جدي. Thank you.
غدا هو اليوم المنتظر. حسب قانون إمبراطورية جيميوس وقرار مجلس الشيوخ، أنا ولية العهد أعلن لكم الوزير مونك ملكا لإمبراطورية جيميوس. انظروا. بولتاكو، من يكون هذا الرجل؟ إنه أحد قطاع الطرق يدعى بولتاكو. ماذا؟ من الآن فصاعد النادي بولتاكو مصحح الأخطاء. انظر خارج النافذة. إنه العدو. إنهم من إمبراطورية أكرا. لقد فعلها مانكشي. قوات العدو تحاول غزونا، لكن لا تخافوا، اليوم أنا الملك مونك وسوف أعاقب الأعداء إمبراطور أكرا الذي قضى على الحاكم السابق الملك والدو. تبدو وكأنك تصدق ما تقوله. يا شاب إمبراطورية جيميوس، قوات إمبراطورية أكرا جاءت إلى هنا لتساعدنا. الخائنون الحقيقيون هناك. سيد الملك. أبي. يا جنود مملكة جيميوس، اقبضوا على مونك الخائن. إذن تود محاربتي. أيتها الأميرة، لقد أمسك بالأميرة. موسكان، اقتلهم جميعا في الحال. هيا هجموا. من سيقاتلني؟ مصيره الموت. أيها الملك، أنت أول ضحاياي. هو مانكشي؟ وجدت طريقك أخيرا، لست خائفا ولكن لا مقارنة. ماذا تفعلون؟ هيا قاتلوهم، اقتلوهم. أيها الفتى، سأريك القوة الجبارة للصدى الهائل. Hey!
تقابلنا وجها لوجه يا مانكشي. مونك، لقد كنت عدوا لجدي. أنت صغير جدا كي تأخذ بثأر جدك يا فتاة. أقفل فمك الكبير. هذا كل ما لديك؟ سيكون هذا سهل جدا علي. أخبرني، هل استنفدت طاقتك؟ أعطني الكريستال العجيبة وسأدعك تعيش. أبدا يا صديقي، نحن لن ننتهي بعد. ما لم تسلمني الكريستال فسأجعلك تندم على ذلك كثيرا يا فتاة. لا فائدة من سؤالك عنها، لقد كذبت عليك قبلا فقط لأحمي الجد. أرى أن الصبر لا يجدي مع هذا الفتاة. الآن ما زلت تريد المزيد؟ لن تحصل على الكريستال. إذن تريد المزيد من العقاب. القوي يحكم الضعيف، هذا هو قانون العالم. ما زلت لا تفهم؟ الأقوياء بحق يجب أن يحموا الضعفاء. هذا رائع يا مانكشي، صمت طويلا وهذا كثير على ولد صغير مثلك. أتعلم؟ لا أستطيع أن أدعك تعيش لأنك ستسبب لي المشاكل في المستقبل. الآن جهز نفسك. لا لا أستطيع الحراك، لا أستطيع. مونك لا يستطيع أن يتغلب على الكريستال. إنها الكريستال. الكريستال؟ أخيرا وجدتها. هيا انتظر، إنها قلادة جدي. سامحك أبدا. لا.
جدي. بسبب إنقاذهم إمبراطورية جيميوس وشجاعتهم، أعلنوا الآن على الملأ أن مانكشي، بولتاكو وكل رجاله هم حقا أبطالنا. لقد استحققتم لائحة الشرف، لذا أهلا بكم. إمبراطورية جيميوس سوف تتغنى. تبدو لطيفا. حقا أنا من تظن نفسها؟ الأميرة بوبلار تغازل مانكشي. يا فتاة أنت، مانكشي صديقي أنا. Tokyo.